يعيش تنين كومودو في جزر إندونيسيا، والذي اكتشف في العام 1912، ويعتبر من الفصائل المعرضة للانقراض، حيث لا يعتقد أن يتجاوز عددها 5000 تنين، أغلبها في منتزه كومودو والباقي على جزيرة فلورس الإندونيسية. يصل طوله إلى 3 أمتار ويمتد عمره إلى 20 سنة، كما أنه يعتبر أكبر السحالي البرمائية في العالم. تضع الأنثى ما بين 10 إلى 20 بيضة وتقوم بدفنها، وتمتد فترة الحضانة من 6 إلى 8 أشهر، ويصل التنين إلى مرحلة البلوغ في السنة الخامسة. يستطيع السباحة ويستطيع الركض بسرعة، ولكن لفترة زمنية قصيرة بسرعة 20 كيلومتر في الساعة، فإن استراتيجيته في صيد فريسته تكمن في التسلل والقوة. يستطيع تنين كومودو أن يرى الأشياء على بعد 300 متر، ويستطيع أن يميز بين الألوان، ولكن نظره ضعيف في الليل. ومع أن حاستي النظر والسمع ضروريتان لصيد الفريسة، إلا أن تنين كومودو يعتمد أساسا على حاسة الشم لصيد فريسته، ويشم التنين عن طريق لسانه المتفرع الذي يخرج من فمه بشكل مستمر ليذوق الهواء، ثم يدخل ليلمس حبيبات التذوق والتي تقوم بعملية تحليل للجزيئات الموجودة في الهواء. وحين تكون الرائحة مركزة أكثر على فرع اللسان الأيمن، يتوقع التنين أن فريسته قادمة من ناحية اليمين، ويهاجم تنين كومودو فريسته في سرعة فائقة ويمسك بها بفكيه القويين. ومع ذلك نادرا ما تموت الفريسة من أول هجوم، إنما تموت بعد ساعات وأيام من تعفن الدم الذي ينتج عن دخول البكتيريا القاتلة إلى دم الفريسة عن طريق لعاب التنين. من عجائب تنين كومودو أنه قد يلتهم في وجبة واحدة ما يساوي 80% من وزنه، ويلتهم التنين جميع أجزاء الفريسة بما في ذلك الرأس والعظام. جسمه قوي وغليظ الحراشف، ولديه مخالب وأسنان حادة، وفمه مليء بأنواع من البكتيريا، وأنفاسه كريهة الرائحة. يوجد في فمه 70 نوعا من البكتيريا القاتلة، لذا فإنه عندما يحاول اصطياد الطرائد الكبيرة مثل الغزلان والجواميس، فإنه يقوم بعضها فقط، تاركا البكتيريا التي في فمه تنتقل إلى الفريسة لتتسبب بتسمم دمها، ومن ثم يبتعد عنها قليلا ويراقبها حتى تموت ببطء، ومن ثم يلتهمها. ويصنف تنين كومودو العملاق على أنه معرض لخطر الانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتنين كومودو محمي تحت القانون الأندونيسي. أكبر خطر على بقاء تنين كومودو هو التعدي عليه من قبل البشر وتدمير البيئة والصيد غير المشروع. وقد عرف عن تنين كومودو أنه يقتل البشر على الرغم من أن الهجمات نادرة جداً.